بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه خرجة على السريع. كنت قد تحدثت لكم عن موجة العطش التي تهدد هذا البلد وكثير من بلاد المسلمين، وهذا أمر اعتيادي، لكن أن نرى أن أكبر الأنهار في أوروبا وصل فيها الماء والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية، إلى القاع، بحيث ظهرت الكثير من السفن التي غرقت في الحرب العالمية الثانية في ألمانيا في أوروبا، والآن صدرت الكثير من القرارات من قبل رجال السياسة هناك تمنع من استعمال الماء في رش إن شاء الله تبارك وتعالى وسقي النباتات، في مسألة ملء المسابح، في مسألة غسل السيارات، كل هذا في أيام قليلة. الله أكبر، دوام الحال من المحال. يا من لم يتعظ بكورونا وصار يستعملها عياذا بالله لأمور يريد تحقيق أمور كأنه والعياذ وهو الفاعل في الكون، الآن لما وقع هذا هل تنفعكم نظرية داروين التي تقول عياذا بالله بالنشوء والارتقاء؟ الآن الناس في أوروبا يقولون ماي جود مون ديو، يا رب، ليس هنالك من ينزل الماء إلا هو. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا تحدي. ثم ثانيا، انظروا الآن إلى الإمارات وإلى السعودية وأرض الحجاز، مياه سبحان الله، أنهار، فيضانات، إشارة النبي الكريم لن تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة إلى مروج كما كانت. أليس الآن مستنيرين بنور الوحي الذي نزل وسال على لسان النبي هو الذي نعيشه؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة أننا نؤمن بالله. أقول في النهاية الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نحن في هذه البلاد ندعو الله أن يسقينا، لأننا نؤمن برب يسقي. أما الذين لا يؤمنون فإنا لله وإنا إليه راجعون. فعسى أن يكون ذلك إن شاء الله سببا لمراجعة هذا الإلحاد الذي يريدنا نشره في العالم الإسلامي وغيره. وصلى الله على حبيبنا محمد، الحمد لله رب العالمين.